على أصداء الانهيارات القياسية لليرة التركية وحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، تتواصل الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 من يونيو. فبعد أن فقدت الليرة التركية أكثر من خمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وانتاب القلق نفوس الأتراك على مستقبل الاقتصاد، لم يكن من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلا أن دعاهم لتحويل مدخراتهم من الدولار واليورو إلى الليرة. إخوتي الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة، سنحبط هذه اللعبة سويا. ويزعم أردوغان وحزبه الحاكم أن سبب تدهور سعر الليرة هو المؤامرات التي تحيكها المعارضة أو الأعداء في الخارج، تفسيرات تراها المعارضة واهمة وتهدف لإبعاد الرأي العام عن مواطن الخلل الحقيقية، مؤكدة أن أزمة الليرة ليست سوى نتاج أخطاء سياسة فادحة. في سياق متصل، وعد كمال كلجداروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة بإنهاء حالة الطوارئ حال فوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما أعلن أن برنامج حزبه يهدف لإنهاء سياسات المغامرة عبر تطبيع علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي المتوترة. تتسارع الخطوات إذن نحو معركة انتخابية حاسمة في تركيا، تسعى فيها المعارضة لمنافسة شرسة على الرئاسة وكسب نسبة مؤثرة من مقاعد البرلمان كي تتمكن من معادلة نفوذ أردوغان حال فوزه بالرئاسة.